المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري كابتن هاني، بقول لك هارد لك على النتيجه، لكن الاداء فوجئنا بان فريق الاتحاد بيلعب كره هجوميه، اطراف الملعب مفتوحه، المباراه كانت فيها كوره من اول ثانيه. قلت لعيبتك ايه، ولا اللعيبه ما نفذتش اللي طلبته منهم في البدايه؟ لا طبعا اللعيبه اعتقد يمكن الشوط الاولاني ما نفذوش بشكل كويس، كان الشوط الاولاني كان فيه توتر شويه في الاداء، كان فيه بعض المساحات موجوده ما بين خط الظهر وخط الوسط قدر النادي الاهلي يستغلها. عندهم طبعا نجوم كبار، عندهم عناصر كبيره قدروا يخلقوا فرص للتهديف قبل حتى احراز الهدف الاولاني. يمكن الشوط الاولاني كان يعتبر شوط سيء بالنسبه للاتحاد، ما قدرناش نطلع بالكره بشكل كويس، ما قدرناش نخلق حتى فرص للتهديف. توقيت الهدف الاول للنادي الاهلي برده كان توقيت صعب شويه قبل نهايه الشوط بحوالي 3 دقائق. في فرق لما تخرج مع النادي الاهلي او مع اي فرقه حتى وانت ادائك سيء الشوط الاولاني تخرج ومحافظ على نتيجه التعادل، ده بيفرق جدا. لكن الشوط الثاني قدرنا بعض التغييرات الهجوميه، بدانا نسيطر على وسط الملعب بشكل كويس، قدرنا نكون قريبين من احراز الهدف التعادل. لكن في الفتره فعلا اللي احنا كنا مستحوذين وكنا كويسين فيها، قدر طبعا حسين السيد يحرز الهدف الثاني اللي اكيد خد برضه من معنويات اللعيبه شويه، لكن مجهود اللعيبه يشكر على المجهود اللي عملوه الشوط الثاني خاصه الشوط الثاني، ومبروك للنادي الاهلي. هل الاتحاد بينقصوا اللعيب البصير اللي في وسط الملعب اللي يقدر يمتلك اللعبه، يمتلك الكوره ويباصي؟ شفنا كان على طول ميس باس كتير في نص الملعب، مفيش استحواذ بالنسبه لفريق الاتحاد. الشوط الاولاني فعلا يمكن اللي بيقوم بالدور دوت منصر اللاعب التونسي في وسط الملعب، عنده كوره كويسه. الشوط الاولاني كان شويه بعيد عن الباسنج، كان بيخسر الكوره كتير زيه زي خالد، ودول اللي احنا كنا معتمدين عليهم في وسط الملعب ان احنا نعمل بيهم عمليه استحواذ، نستند على مانوتشو ويبقى منصر وخالد موجودين. قدرنا الشوط الثاني يكون الشكل افضل شويه، نزلنا باولو كان محطه مع مانوتشو، قدر برده كمان كان في سعد كان بيطلع بالكره شويه الشوط الاولاني، ورامي كان بيطلع بالكره، فقدرنا نحط لهم واحد يكون محطه بالنسبه لنا ويكون عندنا استحواذ شويه بوجود فوز الحناوي. فالشكل تغير الشوط الثاني، وخاصه في فتره من الفترات يمكن قعدنا 10 دقائق يعني ماسكين وسط الملعب بشكل كويس، وصلنا لمناطق الخطره للنادي الاهلي، لكن للاسف ما قدرناش نسجل. يعني سؤال اخير كابتن هاني، ايه اللي كابتن هاني رمزي عايز يطلع بيه السنه دي مع الاتحاد السكندري؟ الكوره اللي يقدمها، الشكل الهجومي ولا كونتر اتاك؟ يعني انا حاسس ان الاتحاد في الموسم السنه دي ليه ستايل مختلف شويه عن المواسم السابقه. بنحاول نلعب كره هجوميه، مش معنى ان احنا بنلعب كره هجوميه يبقى احنا عندنا يعني الخطوط مفتوحه. انا بحاول اوصل المعادله الصعبه شويه، ازاي بحافظ دايما على شباكك نظيفه وانت بتلعب كره هجوميه بشكل كويس. ما فيش شك ان عدد الاهداف اللي داخله فينا عدد كبير جدا، لازم ان شاء الله هيكون في مش هقول تدعيم لكن في تصحيح لاخطاء، وخاصه قلبي الدفاع ووسط الملعب المدافع شويه، وان شاء الله دي تكمل ان الشكل الهجومي كويس، لكن عندنا بعض الاخطاء الدفاعيه. يعني شكرا كابتن هلو، بالتوفيق. شكرا كابتن ميدو، ده كان لقاءنا مع الكابتن